تتواصل التحركات المصرية في الأطر الثنائية والإقليمية والدولية لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة ودخول المساعدات للفلسطينيين الذين يتجرعون مرارات القتل والتهجير كل يوم على يد المحتل. وفي هذا الإطار تنعقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتبادل الرؤى وتنسيق المواقف نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية. كما تأتي القمة الثلاثية ترجمة لما سبق الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول استمرار التشاور والتنسيق المكثف على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استئناف المفاوضات والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها. قمة تأتي في لحظة استثنائية تعيشها القضية الفلسطينية التي تقف في مفترق طرق، الأمر الذي تتطلب معه من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على التسوية العادلة والشاملة، والتي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال.